عبد الملك بوطين رئيس وفد صناعه قيادجيه فاس مكناس. هذا المعرض الدولي للخشب هو النسخه الثالثه فيه 160 مشارك على تقريبا مساحه تقدر ب 7000 متر مربع، فيها خمسه ديال الدول اللي مشاركين. يعني كاين واحد العدد الابداعات وواحد العدد ديال الحرف، جهه ما كتشبه الجهه. هذه هي الخاصيه الخشب، هو انه كتلقى واحد العدد ديال الجهات كلهم قويين في الخشب ولكن جهه ما كتشبه الجهه. يعني كاين اللي تجولتوا في الاروقه هنا وكاين الحمد لله اقبال كبير وكاين تقدم في هذيك. وشكرا.